صباح النور. صباح الورد. نشهد قد يأستا و... جيت تبشرنا بالخير انت اليوم معنا. كل يوم احنا نشهد. مين قال لك انه هي نشهد في عدة مشاكل خويا في البيئة في العالم هتشوف تشوف في الوضع. انا هيدا مثل رسالة اذا بدك مشفرة انه ارحموا عزيزة قوم من ذل ارحمونا المحيط بقى. لا بلاستيك لا من فترة وجد حوت يا حرام في بطنه ما يصل الى 10 كيلو جرام من البلاستيك. امبارح فقدت ايضا شفت فيديو على قديش كان عدد الفيلة بالعالم اللي وصل تقريبا ل 240 الف. صحيح. يعني نحكيه على 2040 تقريبا او 2030 قد يكون الفيلة هتطرده. نعم. صحيح. فكره في حد ذاتها مخيفه جدا. صحيح. يعني الشغله كمان يعني الجديره بالذكر هو موضوع حتى الملح اللي بناخده من البحر هو ملح صار في حبيبات من البلاستيك. يعني حتى المواد الغذائيه بطلت مواد غذائيه عم تاخذها نقيه مثل ما احنا معودين على الطبيعه. شو مطولين نحن؟ لا هيدا عمل من عمل هوكينج قال 500 سنه يعني. لا بس هو المشكله وين؟ المشكله انه عم ننقل هلا على القمر، حنخرب القمر والمريخ والزهره وهلا شوف المصير اللي حنروح له على وعسى نستيقظ. صباح النور مشاهدينا. تشكل مياه المحيطات 70% من مساحة الأرض وهي واحدة من أعمدة الحياة الأساسية لبقاء الإنسان ونجاته. لها من التأثير الجبار على حياة الإنسان، لكن هل تفكرنا يوما ماذا كان ليحصل لو استنزفنا مياه المحيطات؟ فقرتنا اليوم نجيب فيها عن سؤال ماذا لو استنزفنا مياه المحيطات؟ لنعرف كمية المياه في المحيطات. إذا ما أردنا وضع مياه المحيط في بركة سباحة أولمبية فبحسب ناشونال جيوغرافيك سنحتاج إلى 532 تريليون بركة سباحة أولمبية، حتى إذا ما تمكن الإنسان من فتح ماسورة بحجم ملعب كرة قدم فإن سحب مياه المحيط سيتطلب مئات آلاف السنين. لكن لنجزم سويا أن الإنسان اخترع مضخة تسحب مياه المحيط في غضون دقيقة واحدة، ما الذي سيحدث عندها؟ في غضون ثوان قليلة وبحسب صفحة بي اي تي الإلكترونية سيقع السابحون إلى قعر المحيط الجاف مما سيترك إصابات بالغة، أما السفن العملاقة والمراكب مصيرها لن يكون حسنا، إذ أن سفينة بحجم سفينة التايتانيك ستسقط إلى قعر المحيط الجاف في ثوان معدودة لتتحطم إلى قطع صغيرة ولن تترك أي ناجين عقب الاصطدام. اهلا. مع انه فما تيتانيك جديده انه مش تنطلق 2020 بس اللي عم يسبح يعني من المحيط اكيد لا. الخبر الحلو امين انه اللي عم يسبح مهما كان القعر لن يموت، يعني سيهبط بشكل متدرج بس سيتعرض الى اصابات كسور لربما في عظمه اليد او يتعرض الى كسور كيف مش عاود يطلع خلص هو هاي حتكون نهايته تحت. انا عم جرب لاقي المخرج الايجابي. انت قاعد تجرب ما هو فمش حل يعني. خلينا ناخذ الموضوع كامل ناخذوه ب الفكره انه السفينه بحجم التايتانيك الدراسه قالت ان الموت للراكب على السفينه 100% لم تترك اي مجال للنجاة. يعني. شوي امل. مخيفره. صحيح. شوف مصير الكائنات البحريه هلا واللي حيصير بعد. هلا نحن بعدنا هون في المرحله الاولى بس بدي منك بصراحه اي اكثر كائن بحري بتستفده اذا صار هذا الشيء؟ صراحه الكل معني الكلهم بطبيعه الحال خاصه انه يعني امين من عشاق الاكل البحري. انا يعني من الناس اللي ما ناكلش السمك يعني انا مريح. اما ليه بصراحه معني كل الحيوانات وهك تشوف معني كل الكائنات البحريه يعني كل مره يكون عندنا كارثه نسمعوا بها تو نعرفوا شنو قاعد صاير من وراء اليابان وقديش من دوفان تقتل وقديش من بالين. نعم. صحيح. تقتل. نعم. فعلا وصلنا للحيتان. انا ماي فيفورت الحيتان اكثر حيوان بحري بحبه كائن بحري. لنستكمل ماذا عن الكائنات المائيه؟ يبدو ان اجابه هذا السؤال سهله ومعروفه لديكم مسبقا. سيحدث أمر قد يصلح تشبيهه بمطر من الأسماك، إذ ستسقط الكائنات البحرية العملاقة كأسماك القرش والحيتان أولا، تليها ملايين الأسماك الصغيرة لتلقى حتفها في أرض المحيطات الجافة وتنتهي بعد دقائق معدودة كل أشكال الحياة البحرية من على وجه الأرض. أما تأثيرها على الإنسان فتؤدي المحيطات عملين أساسيين لدعم حياة الإنسان. أولا تنظم المحيطات حرارة الأرض من خلال امتصاصها للطاقة الشمسية فتدوف التيارات الدافئة جنوبا وشمالا، أما تيارات المياه الباردة فتتجه نحو خط الاستواء في نوع من التنظيم الحراري المنظم بدقة. ومع جفاف مياه المحيطات ينهار نظام التحكم الحراري العالمي الذي تؤديه هذه الدورة. يعني أول شيء بس تخيل معي أمين سبحان الله هذه الدورة هي من أكثر
الأمور تعقيدا في تنظيم الحرارة. نعم. يعني وكأن مياه المحيط هي المنظم الرئيسي لتوزيع الحرارة على سطح الأرض كافة. وهذا هدف من صحيح طبعا طبعا صحيح، وكله بقدر يعني معين. يمكن هذه الافتراضات اللي انت عم تفترضها لحتى تخلينا نحس بالنعم عن جد اللي نحن عايشين فيها، لانه اهميه مياه المحيطات. نعم صحيح. لانه عن جد يعني اللي عم نشوفه هلا من انه مثل ما حكيت ببدايه الحلقه ببدايه الفقره من تلوث ومن عدم اكتراث من الانسان تجاه هذه يعني المياه القيمه، بخلينا انه هيك يعني عن جد نشعر بالاسف انه تجاه حالنا صحيح. اللي احنا وصلنا له كانما نطلق الرصاص على قدمينا بالفعل صحيح. نخسر ثروه كبيره جدا صحيح. خاصه تونس على البحر، وانا بعرف قد ايه مين بحب البحر عشان هيك مين في حزن بوجه على الفقر. أنا لخصت لك المصير الكلي في المقطع الآتي. هذا المصير كليا يعني. أعطينا المصير الخلاصة يعني. خلنا. أما الدور الثاني الأساسي لمياه المحيطات فهي تغذية الدورة المائية العالمية، إذ تتبخر مياه المحيط بفعل أشعة الشمس إلى الغيوم، ومن ثم تهطل مطرا على اليابسة، وعند جفاف مياه المحيط ستتحول الأرض إلى صحراء عملاقة لن تشهد المطر مجددا. لكن مهلا، ماذا عن البحيرات والأنهار؟ تشكل مياه المحيط ما يصل إلى 97% من مياه الأرض، وما تبقى من بقع مائية لن تكفي للحفاظ على حياة الإنسان، ففي غضون أيام قليلة سيموت البشر والحيوانات من الجفاف، يليها موت كامل للغابات والأشجار التي ستشتعل بفعل حرارة الشمس والجفاف مع مرور الوقت. أما بعد سنوات قليلة وبحسب المصدر عينه ستحترق غابات العالم كلها، مما سيقلل نسبة الأكسجين في المناخ، لتتحول الأرض إلى كوكب شبيه بكوكب الزهرة، كوكب مطهو ومكسو بالجفاف. وأنا كنت حابب أحط صورة على شكل الأرض كيف ممكن تكون بلا محيطات، بس للأسف ما قدرت تحصل عليها. بس أمين منظر كعطيتنا الزهرة تخيلنا سبعه يعني منظر مخيف وكأن قطعة من الحمم الحمراء. طبعا ولكن هو على فكرة يعني غملوش هما سؤال يطرح نفسه بعض الشيء، يعني أكيد أنه هذا الافتراض منطقي نوعا ما، ولكن أحيانا أخرى كي تاخوها من منطلق آخر أو من منحى آخر عنا افتراض آخر أنه يمكن منسوب المياه يرتفع ما يصير أكثر على مساحة الأرض. صحيح. فهوني ولينا قدام فرضيتين ومش عارفين أي منهم اللي باش نوصلها أقرب. الجمعة الجاي هذا الموضوع على فكرة. حلو برشا. نعم. أنا بفهمك. الجمعة الجاي موضوع ارتفاع منسوب المياه. حلو. جميل جميل جدا. وهون نحن بنرجع بنقول إنه كله بقدر يعني. صحيح. كل ما نحن بهذا يعني دائما كل شيء الله خلقه سبحانه وتعالى بقدر معين وبحكمة معينة. فلازم نحافظ عليها. عارف هبة قسطنطين الفيلسوف الفضائي الشهير اللي كان يعمل في الاتحاد السوفيتي وكان خلف رحلة يوري جاجارين إلى الفضاء، قال كلمة لربما فيها شيء كثير من الصحة، قال أن الكرة الأرضية ليست موطن الإنسان الدائم، إنما هي مهد الإنسانية، وسيأتي يوم لن تبقى فيه لن يبقى فيه في الكرة الأرضية مكانا للإنسان، لأنه بدأنا نستنزف الطاقة وبدأنا نستنزف المياه صحيح. ونلوث المياه وكأننا نقتل هذه الأرض التي نسكنها للأسف بطبيعة الحال. صحيح صحيح. طبعا هذا الكل يطرح برشا عدة تساؤلات، وحتى أيضا شكرا لك على اختيار هالمواضيع محمد غملوش، لأنه فعليا هذا يخلينا دائما نزيد الوعي أكثر عند الناس بأهمية المحافظة على الكوكب اللي نعيشه عليه، لأنه بشي جي نهار ونندموا على الشيء. صحيح. صحيح. خاصة إذا ما ربيناش الأجيال الجاية على بالحق أنه تعرف كيفاش تحافظ على الأرض اللي عايشة فيها. شكرا لك مرة أخرى. يلا نلتقي معك، احنا غدوة عنا رياضة.